خصمي مستعد ينسحب لصالحي. سليم كلاس فنان سوري رسم على امتداد حقبة زمنية ملامح العديد من الشخصيات وجسد مختلف الأدوار التي استوطنت في ذاكرة محبي الفن السوري سواء في السينما أو التلفزيون. سليم كلاس من مواليد دمشق من عام 1936، متزوج ولديه 6 أبناء، ويحمل إجازة في التجارة والاقتصاد من جامعة دمشق. بدأ كلاس حياته الفنية كمذيع في التلفزيون، وقدم عدداً من البرامج الأسبوعية واللقاءات الفنية والمسابقات الجماهيرية، كما عمل في فرق الفنون الشعبية والمسرحية، وشارك مع مجموعة من الطلبة الجامعيين بتقديم عدد من الأعمال على المسرح بإشراف المخرج الدكتور رفيق الصبان. يعود الدور التلفزيوني الأول له إلى عام 1970 حينما شارك في مسلسل حارة القصر بإدارة المخرج علاء الدين كوكاش. على خشبة المسرح شارك خلال مسيرته الفنية الطويلة في العديد من العروض المسرحية، منها تاجر البندقية، مكبث، الاعترافات الكاذبة، حفلة سمر. له العديد من المشاركات في الفن السابع مثل المخدوعون، غراميات خاصة، ليل الرجال. برع سليم كلاس في تجسيد دور ابن الحارة الشامية، ومن أهم أعماله في هذا المجال أيام شامية، ليالي الصالحية، والكثير. برع في التنقل بين مختلف أنواع الدراما التاريخية منها والمعاصرة وفي التراجيديا والكوميديا، ومن أبرز أعماله في هذا المجال مشاركته في معظم أجزاء مسلسل مرايا. في الثاني من كانون الأول من عام 2013 رحل سليم كلاس عن عالمنا جسداً، لكنه باق في ذاكرة الأجيال من محبيه على امتداد مساحة سوريا والعالم.